300 dollars. Donc, j'insiste encore une fois pour dire que nous allons continuer, je pense, que ce soit une information là. الحمله راح تدوم خلال كل فتره شتويه، راح تنطلق اليوم من خلال يعني القافلات راح تدوم 10 ايام، لكن راح تكون العمليه متواصله من خلال كل الفتره الشتويه بمشاركه كل الرفقاء. ناكد وزاره الصحه، الحمايه المدنيه، مصالح الامن سواء كانت المديريه العامه للامن الوطني، الدرك الوطني، الجمارك، المعهد الوطني للتقييس، المعهد الوطني للملكية الصناعية، كل القطاعات الوزارية الأخرى معنية أو غير معنية، يعني بصفة مباشرة أو غير مباشرة، لأنه اليوم كذلك من بين الشركاء عندنا وزارة التعليم، عندنا التربية الوطنية، وزارة التعليم العالي، وزارة التعليم المهني إلى آخره، لأنه فيه برامج خاصة بالتحسيس والتكوين بالدرجة الأولى.